Hi guys, welcome to Talkin TV. كتير محمس أنا رح بلش this new series where I'm going to be interviewing my favorite TV stars, directors, producers. I'm so excited. An أول guest is someone I've known for a while, Marwa Khalil. Hi Marwa. Hi Nadim, كيفك؟ Good, how are you? I'm fine. للي ما بيعرف, Marwa is an amazing producer, actress, writer. هلأ she was on على الحد, which is an amazing new show اللي رح نحكي عنه هلأ in a bit. بس كمان I just want to share, أنا ومروة we met over 10 years ago بنيويورك. بنيويورك فيلم أكاديمي, مزبوط. أنا كنت طالعة, كنت خلصت الستاج تبعي وأنت كنت فيه, وكنا عم نحكي إنه إيه. وبعدني بتذكر قد ايه انبسطت انه I was meeting انه حدا لبنيز هونيك بنيويورك باخر العالم. وكثير it was comforting يعني to meet you there وهيك وتخبريني عن your experience. بتذكر كثير على فكره هذه اللحظه, كثير بتذكرها انا كمان. غريب فرجعنا التقينا 100%. So I'm so happy انه this happened. وبالدومين exactly. Marwa, as a producer, what do you enjoy more, producing or acting, or are they completely different parts of your skill set? يعني what fulfills you أكثر؟ رح أقول لك شغلة, أنا على TV وعلى السينما لهلا I'm just an actress, okay؟ فبعمل دوري كممثلة, بس عندي شيء فيه اللي هو entrepreneur. بحب اطلع بمشاريع, بحب اطلع بافكار, بحب جمع تيم. اوكي عندي هالفكره, بحب اكتب مع حدا, فتش على فوندز, اعمل البوستر تبع المشروع مثل ما انا بدي, حط نكتي, حط جوي, حط الايدنتيتي تبعيتي. فلانه لما تكون ممثل عم تلبس شخصيه, شخصيه حدا, عم بتقول نص حدا, مبدئيا بالمسرح انا هذا الشيء بعمله لانه المسرح بده اقل مصاري تقدر تعمل هذا الشيء. فالبادجت بيكون مش مثل فيلم سينما اما مسلسل. ففيك تحط من حالك, من شخصيتك, يعني الشخصيه تبعيتي ساعتها بقول كلماتي. عشان هيك هلا مفروكه عم تتحضر, وان شاء الله ان شاء الله اذا ما صار شيء بلبنان بدها تبين الجمعه الجاي. خبرينا شوي عن مفروكه, عن شهر الجاي. مفروكة رح تصير ببيروت أول شيء, وإن شاء الله بدبي. Amazing. ورح نبلش فيها هون بنهار الـ Women's Day. تحكي عن المرأة المطلقة, كيف بتجرب ترجع توقف على إجريها بعد الطلاق, شو بيصير معها بالمحاكم, علاقاتها مع المجتمع, كيف العالم تتطلع فيها, كيف هي لازم تناضل كرمال تاخد حريتها. I love it, much needed بهالArab world, يعني it's very much needed. I love it. وتلاقي محلها بالمجتمع, فهيدي هي الفكرة. It's a comedy, بس it's a black comedy, لأنه عم نقطع كمان كتير رسالات. ونحن كنا عاملين مسرحية اسمها زنود الست, أنا كتبتها مع وفاء حلاوي, وعم نرجع هلأ نعملها. يعني زنود الست كانت الست البيت, مفروكة ست البيت اللي فركتها, اللي انفركت وصارت مفروكة. واو. Are you acting or just producing it? No, I wrote it with Wafa Halewe. I produce it with a team also, and I'm acting in it. Wow. With Serena Shami, Wafa Halewe, Michelle Fenianos. He is the fundraising consultant, the production manager, and director Riyad Shirazi. So نحنا team عم تكبر, وإن شاء الله يعني نطلع من بيروت فيها ونقدمها للعالم العربي كمان. ولما تعملوها بدبي I'll be in the front row. أكيد. I can't wait. أكيد. Alright, so خلينا نحكي عن على الحد. Okay. So مروة, بس لقلك أنه أنا ما كنت أحضر Arabic series until هالكم شهر, وفتت فيهم وصرت حاضر كذا واحد. على الحد is ولا my... أنا So على الحد is my absolute favorite. ما معقول شو تعلقت فيه. I was waiting every week for 4 new episodes. زعلت when it was over so soon, بس كمان انبسطت لأنه ما مطولة 30 و 40 حلقة وهيك, which is what happens so much. So خلينا نبلش بـ how did you get this part? Did you audition? شو كانت the process that led you to على الحد?
أنا كم بدي أقول لك كمان نديم إنه هلا أنا صرت كتير يعني صرت أحب مثل بمسلسلات، يعني صرنا وصلنا على كواليتي كتابة إنتاج إخراج تمثيل، صرنا بغير ليفل، ومثل ما عم بتشوف بشاهد في كذا أعمال يعني بيرفعوا الراس وحلوين. هلأ بالنسبة لعالحد، فأنا كان عبالي فوت بهالمجال يعني، وإجاني دور اللي هو داليا عالحد، حكيوني شركة صباح لقلي عن جد هي شركة إنتاج، أحسن شركة إنتاج هلأ يعني، they are super professional، وبتعرف إنه الشغل اللي بنعمل أكيد رح يطلع حلو. وكتني ليال هي اللي نقتني، ليال راجحة اللي هي المخرجة تبع عالحد، صح. هي كان عندها براسة صورة كتير واضحة لداليا، وهي أول مرة مخرج أما مخرجة بيعيط لي قبل بوقت، يعني عادة بالمسلسلات يلا فاضية جمعة جاي نزلي هيدا النص بسرعة، لا ليال قبل بوقت، قبل بشهرين ما نبلش الشوتينج قرينا النص وحطينا كل شيء فيه intentions وكيف هي شايفتها، غيرت لي شكلي أنا كان شعري شوي طويل قصت لي لهون يعني، وصلنا نشتغل أنا ورودريكي بدها تكون الديناميك بيناتنا، وتعرفت على سلافة قبل وكل شيء، كمان لما نطلع على الست يعني ما نكون في شوية كيمستري يعني، أيوة عن ذات friends so people believe it يعني exactly. فليال عملت شغل كتير حلو، وأنا صرت قد ما هي كانت محمسة ليال وقد ما كان بهمها أنه كلنا نطلع يعني جد قوية، ف it was a mission يعني it was really a mission، وكلنا كان عبالنا نعطي the best، لأنه ليال لما تشتغل بالإدارة التمثيل بدق قلبها مع الممثل، يعني بتشوفها هي ورا المونيتور عم يعني ناطرة انه يعني حاسة معنا، انا بكون حملة قلبين فيي يعني، عارفة ليال شو عم تحس هلأ وعارفة شو عم يوصل لها، واذا ما زبط كنت كتير انفقس يعني، حس انه لا خلص. فكلنا كان عنا هذه المسؤولية انه نوصل على ليفل عالي نعطي من قلبنا. وصراحة فيك تسأل كل واحد بالكرو قد ايه انبسطنا بالشغل مع هيدي الاكيب. كثير حلوة شو عم تقولي عن your relationship مع ليال، قد ايه you dove into the script و you analyzed كل شيء مع بعض وحضرت you prepared the relationships كثير على الشو. Exactly. وبعدين ترفعه للممثل يعني بدأ يعطي the best، بدأ يطلع حلو، بدأ يكون لابس حلو، عرفت لا مش هالحلق وليه هيدا وكذا، فبتفوت بكل ديتيلز، بتحس انت خلص بتحس حالك انه صرت الكاركتر ايه، وبعدين انت بجو وين بدك تعطي الماكسيموم ف I think it was one of the best shooting يعني experience لإلي. طب مروة what was your favorite part about playing داليا هلأ looking back؟ هاي أول مرة بغير شكلي يعني، عادة بكون دائما هيك نفس ستايل نفس الشكل، يعني أول مرة هيك بحس حالي إنه واو فينا نتغير فينا يعني كمبسلين، فعجبتني هالفكرة إنه بتغير become this role أكيد مش هيك، إذا عم تغيري physically your inside بتغير when you're acting exactly. So هيدي لقلي it was my first time إنه بتغير physically. It was super interesting يعني تحمست تصير أعملها أكتر وأكتر. كذا وجه لداليا يعني بنفس الوقت فيها تكون the business woman المرأة فيها تشوف معصبة حنونة بريئة، ففيها كذا layer، فهيدا الشيء شجعني أقدر مثلا يعني في مرات بينت the victim ومرات أبدا منها the victim، ما معقول شو كانت قوية و she was in control يعني، so the layers were amazing exactly. وكل ما يكون عنا layers نحن كممثلين كل ما نقدر يعني نعطي أكتر ويكون الدور interesting. طب أنت ورودريغ which was such a nice dynamic yes. your characters yeah. وليد يعني أنا ومرتي every time we were watching a new episode كثير كنا fascinated إنه بالdynamic بينكم، كيف إنه في love بس بتحرقوا بعض و you're bickering و you're يعني it's so complex، ما فيك تقول إنه this is one kind of relationship. So I'd love to know more كيف اشتغلتوا مع بعض to build this relationship.
اوكي انا ورودريك قصة يعني it's a history انه دايما بنمثل سوا as a couple ودايما بيخوني فبسميه الخاين فمعودين على بعض. In my research I didn't know this انه ممثلين مع بعض من قبل ولعبين married couple. اوكي ممثلين بثواني اوكي اخراج سمير حبشي وكمان زيت الشيء كان يخوني مع ريتا حايك وانا كنت مرته فرجعنا عملنا شورت موفي زيت القصه فكل ما اشوفه بقول له يا خاين فتعودنا على بعض انا ورودريك وبعدين من الديناميك تبعيتنا كثير لذيذه لانه ما بنفهم مع بعض ويعرف راسي وبعرف راسه easy to work with منه لانه هو شخص very professional يعني وهذا الشيء معروف بالدومين بيجي قبل بوقت حافظ نصه من أول شوت بيكون عاطي exactly الكاركتر وكذا يعني كتير ناخد من بعض ومعودين على بعض أنا ورودريك يعني كتير بحترم شغله. It's important لما عندك acting partner هالقد he takes it seriously مش هيك وبيجي prepared ومحضر. إيه بيجي prepared وبعدين فيك تكون عفوي معه يعني مش إنه تعرف إنه لما يكون عندك مثل قدامك ما كتير بتعرفه ما كتير بترتاح له وعم بتبين قدامه شيء لأنه مع رودريك ما في هيك يعني أنا حالي عرفت وهو كمان وهيدا الشيء بيخلينا نرتجل وهول القصص الصغار كمان إنه عملنا يعني مثل ما بتشوف بالسينز إنه كيف بيخلصوا هول منزيدهم improvising يعني يصير يعني exactly منزيدهم the other more very important relationship لإلك بالشو كان أنت وسولافا's character ليلى can you tell us a bit لأنه قلتي لنا أنه you met her قبل بوقت مثلا وهيدي خلتكن تبنوا الفرنشيب لأنه كتير I believed صحبتكن والفرنشيب سولافا من أول ما شفنا بعض بعتقد كتير اتفقنا كتير حبيتها لأنه عادة you know إنه it's not always يعني منا هيني to connect مع ممثلين هالقد كبار فسولافا يعني دغري من أول ما شفنا بعض وهي من نفس البرج تور مثلي وهيك منحس شوي زيت الشي وكتير حبيتها يعني هي ممثلة يعني فظيعة مثل ما شفت من أحسن الممثلات بالبلاد العربية لإلي وأنا كنت يعني I was following her وطلع أقول إنه واو إنه اسم الله إنه ملا ممثلة يعني لما شفتها حساسة وسيمبل ونفس الوقت كتير إنه كلاس و very professional واتفقنا كتير بسرعة وبعدين صار عندكم هالفاينل سين وين فاينلي داليا بتكتشف لما تجي النيبر وبتفضح everything انه ذات واز ذات ا هارد سين تو فيلم كان صعب لانه كانت كثير ايموشنالي تشارجد انه كيف قلت لها وليد وهيك انه اي سو ات كذا مره هالسين ات واز سو ولا ايه لما تجي بييريت اطريب هي عم تلعب دور الجاره رح اقول لك شغله وبعرف انه انت انفقست كان عبالك يكون في ما بعرف اذا يعني part of me بده اكثر part of me ما بده so I'd love to know كتير حكينا فيها كتير حكينا فيها انه انه what if انه اذا بدها تنفجر داليا وتصير انه بس في حلو كمان الميستري انه حلو ما كمان الاودينس ما المشاهد ما يشبع صح حلو المشاهد ما يشبع ما هي كمان يعني وصل الإحساس إذا هيك صار مزبوط. إذا بتعطيه كل شيء يعني رح أعطي example ممثل عم بيلعب dramatic scene أوكي صار يبكي يفحش خلص بكي عن المشاهد ما بقى يتأثر صح عمل شغل المشاهد لما أنت بالعكس تكون عم بحكي كممثلة يعني عم بتهدي حالك تماماً بيبكي عنك المشاهد 100% بيبكي عنك فهولي ما بعرف كمان فيها إنه بفهم بس إنه كمان بيخلي المشاهد يشغل خياله ويكون عباله يشوف أكتر فإن شاء الله جزء تاني أنا أعطيني صار جزء تاني سو في سيزن 2
لا 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 عم بقول ان شاء الله ما بعرف والله ما بعرف. نحن عم نحضر السيزون انا ومرتي كنا عم نقول I wonder is a داليا your character تعرف عن الافير ولا لا. Did you ever play it انه يمكن تعرف ولا ابدا؟ ابدا يعني ليال هيك كان بدها اياها انه اوكي يعني انه هيك نايف على الاخر انه حتى بالسين تبع السياره لما تقول لها تعي نامي عنا وهيك عن جد من قلبها 100% من قلبها ما في جنس الكومبيتيشن بينها وبين ليلى ولا شيء. Which was very nice by the way لأن عادة women بحطوهم ضد بعض كثير مرات و not supporting each other. إيه كان عندها reference ليا اللي هي undoing. أبي شوفوا كيف اللاعب تبع الكابل. إيه فهيدي كانت ال reference لإلا. Nice. Looking back على season, عندك one favorite scene that you played that sticks with you أكثر شيء علق معك؟ أنت أي واحدة حبيت أكثر شيء؟ I think آخر سين أنت وسلافة بس كمان يعني whenever I think of داليا your character دائما بتذكر الكيك سين كتير لما فعصتي للكيك. I think that was fun to play بحس والله. يعني اللي بتذكر السين وين كنت كتير عم بعطي من قلبي في سين بالصمت عند التليفون وأنا بشوف إنه وليد مع مرة ببار مزبوط؟ صح. وهيدي السين كنت عم مثلها عادي انه اوكي شفت انصدمت زعلت شوي بقيت ليالي علي بقيت 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 تركت الكاميرا وهون فتت بأحاسيس كتير كتير قوية صرت اتخيل قصص براسي انه شو عم شوف عرفت ف وبتذكر يعني هيدا المومنت عليك هالمومنت كتير ايه هيدا المومنت كان كتير قوي والمومنت تبع الكيك مزبوط عشتها الصريخ شفته اخر شيء مع وليد انبح صوتي حسيت انه انبح كان بدي اسالك اذا انبح صوتك انبح صوتي وحبيت السين اللي انا ورودريك اللي عم بحكي معه عشيه برواق وهيدا كان بلان سيكونس فما فينا نعيد لازم يتاخد وان شوت شو بدي اقول لك هولي بتعرف شو السينز تبعوا البيت اكثر شيء بحبهم لانه بالبيت بتفوت بالخصوصيه تبعت داليا بعدين لما تشوفها برا انه اوكي شيء سوشيبل بس كل شيء عم بيصير بالبيت اللي عم تحكي عن البيت it was a beautiful house كثير حكينا عنه كمان yes. cold شوي مثلهم هن و their marriage انه بيت exactly. اكيد قصدهم مش هيك أكيد أصلاً كله مدروس يعني كله yeah. مدروس عند ليال ما في شيء ببلش. let's say أنا I love it as a limited series صراحة بس لنقول قرروا يعملوا season 2 what would you like to see داليا's journey أنت personally as an actress where would what would you like to see؟ أوف كيف بدنا نعمل داليا خليني اخترع شوي بحسها أول شيء مفروكة بتطلي وبتجرب تعيش حياة لوحدها ما بعرف إذا لازم تنتقم من ليلى بتصير عم عرفت كيف يعني في شيء تنتقم من ليلى وبتطلي كيف بدنا نرجع يلتقوا لأنه القصة عم بتصير من صح. من خلال ليلى فبدنا نربط ليلى بداليا فما فيهم نربطهم غير إنه بالريفنج تزبط That's true إنه ما فيهم يرجعوا صحبة ووليد لما اكتشفت وعم تحكي عن الطلاق بدأ تطلقه فهيدا بعتقد خطه unless he's dead كمان يعني ما اجينا confirmation بس probably شرب هالجوس طب what's next for you فيلمي هلا بالمغرب اخذ دور رئيسي باسمه انديغو ومسرحيتي يعني رح تاخد كتير من وقتي وبدي اخدها على دبي ان شاء الله وبدي عندي كتير مشاريع لها للمسرحية بس بفضل ما احكي فيهم هلا لانه قبل ما يصيروا بس I'm excited I hope بتجيبوها على دبي yeah. ان شاء الله ان شاء الله داليا one last thing انت you teach theater مروة رح اتركها هالمومنت يعني قناعتك يا داليا قناعتك مروة do you teach theater انت؟ yes هاي كمان نقطة مهمة I have an academy of acting للولاد والتينيجر acting lab acting lab عملت ببيروت وعم جرب هلا اخذها كمان بدبي
فأنا درست كمان بسيكولوجي فبخلط يعني التمثيل بال واو أكيد but they're so linked يعني acting with psychology كلهم linked لبعض exactly acting writing كمان يعني إنه أكيد بيناتهم فهذا إذا بدك مشروع حابة اطلع فيه على دبي أكتر وتصير إنه مثل أكاديمي وبذات الوقت هالأكاديمي تنتج المسرحيات اللي بخلقهم يعني كتابة وإنتاج يعني شيء بيكون structured بمحل واحد وأكيد حد هيدا الشيء يكون عند الشوتينجز يعني شو أحلى شيء بguiding إنه young talents بالacting الحلو إنه حلو تشتغل مع عالم ما عندهم التكنيك بتشوف شو بيطلع منهم بطريقة عفوية فهول القصص يعني إنه حلو تقدر تكتشفهم عرفت إنه في شيء اسمه تالون بروت حلو تشوف الرو تالنت تشوفه برا تكنيك تشوفه هيك كتير بيعطيك أفكار كتير بتتعلم من هذا الشيء كتير بتتعلم من من التلاميذ يعني معروفة إذا بتحط ولد على المسرح أما بتحط أمرار الولد ما فيك تشيل عينك عنه لأنه هو عنده العفوية أكثر أصلاً تمثيل شو التمثيل هو لعب لعب شو اللعب مين بيلعب الأولاد بيلعبوا فكتير نأخذ منهم يعني نحنا in society بيقولوا لنا don't be impulsive don't be spontaneous don't be هولي بالعكس كلهم بالمسرح بدنا إياهم بدنا كل الاولاد عنده اياهم صح يعني نظبط وما نفرجي احاسيس وما نبين معصبين يعني to be neutral أدي التمثيل عكس كليا مروه thank you so much يعني I really thank you love so much Nadine. It was nice talking to you and great review thank you so much عجل. It was a pleasure to talk to you I can't wait تشوف مفروكي and see what else you do next in the future thank you مروه thank you Bye. Take care. Bye. Bye.